sapin. Okay, بعد في كتير في هون في هون. وهذا الشاب الحلو صار عم بيساعدنا. بما انه انا كتير تعبانه اليوم سو زوزو ولورينزو هن رح يستلموا اليوم السبا. اهم شي الشي اللي لابسه باجرك ماما. عم بيساعد بيو هو بيشلو اياها بيعطي وحده بيو بيركب. So guys, بما انه اليوم حبينا نزين شجرة الميلاد وانا شوي صغيرة تعبانة سوطيت هيدا المهمة لجوزي زوزو انه هو يفتح الشجرة ويفتح للأغصان. حب لورينزو انه يساعدنا بهيدا النهار كبير، اكيد صار بيساعدنا، صار بيشيل الأغصان معنا، صار بيحط الطابات معنا. هلا بتشوفوا بعد شوي بالفيديوز. السابان تبعي لونها بيضة مثل ما لكم شايفين. انا اول ما كنت بدي اشتري سابان صراحة ما كنت متوقعة اني اشتريها بيضة ابدا، لانه كنت لاقيها انه شوي صغيرة باهتة، بس اللي حبيته فيها انه وراقها كتير حلمين. هلا بس يفتحها على الاخر ويفتح لها الاغصنة على الاخر رح بتلاحظوا اذا ببلش يبين في بقلبها جاي منه فيها هي للسابان. مثل هدول الاغصنة اللي بيجوا على لون فضي وبقلبهم حبوب حمر. سو فهلا عندكم عالم بتروح بتشتريهم لحالهم من برا كرمال تشكشكهم بالسابان. سو انا هيدا اللي كتير حبيته فيها بوقتها، يعني عم بحكيكم من 3 سنين 4 سنين لورا وقتها اشتريتها كانوا بعدهم منهم كتير درجين بوقتها وكانت اول ما عم تدرج هيدا النوع من السابان. سو اذا ملاحظين انا بعليها شوي صغيرة على حجر وبحطها على خشبة كرمال صراحة تكون كتير صريحة بسيناتي ما يبرموا من وراها ويقلبوها، او مثلا لورينزو يفوت من وراها ويقلبها هيك، على اي اللي بتأكد انه ثبتت منيح على الحجر. مثل ما شايفين لورينزو عم بيحاول انه يساعدنا بالغراض، فكره انه عم بيشيلنا الغراض هو من قلب العلب. وهون بيكون زوزو عم بيثبتها كتير منيح على الحجر وقررنا انه نبرمها شوي صغيرة لانه حسينا انه صرنا 3 سنين عم نحطها من تاني ميلة. سو اذا لاحظتوا خفت كثافتها من هيدا الميلة، صارت كثافتها على تاني ميلة اقوى. هون لورينزو تركني شوي صغيرة يحضر كريسمس فايبس حسب الكيد سونغز تبعه. سو رح اترك لكم هلا شوي صغيرة الميوزك تقطع، بس ما رح اتركها كتير بس كرمال الكوبي رايت. ورجعنا كفينا الزينة. هون كان زوزو اوريدي حط سرير لمبات، قلنا حبينا نشوفه على سرير لمبات كيف رح تطلع. هلا يمكن رح تبين عليكم على هيدا الكادر شوي صغير انها مبينة لوقة، بس هي اون فيت لا منا لوقة، هي طالعة كتير جالسة، بس لانه الحجر اللي ورا اعلى من الحجر اللي قدام، بس رجعنا زبطناها هلا بالاخر رح بتشوفوا هيدا الشي. بيان شكلي كتير تعبان، مبينة انه كتير تعبانة صراحة. انا هون جيت تساعده عم فتح الاغصنه وعم فوت سرير اللمبات لجوا. نقيت سرير اللمبات يكون لونه ازرق لانه مثل ما ملاحظين انه المود تبع بيتي انا كله ازرق وابيض ورمادي، سو ما حسيت انه الضوء الاصفر رح يلبق كتير مع الشجره عندي، والسبان الخضراء ما كمان ما حسيتها كتير رح تلبق على عندي. هون بلش زينا، بلشت حطيت الكورون على راسها. بعدين هلا رح بتشوفوا باخر الفيديو رجعت زدت لها زينه صراحه، رجعت زدت نهار زدت لها زينه على راسها وعلى الاغصنه حواليها. هلا رح فرجيكم اياهم باخر الفيديو بس. وبلشت نزين الطابات. صراحه كل سنه بجدد فيها للسبا، يعني كل سنه بشتري فيها اغراض. وهون رزا عم بيساعدني عم بحط الطابات على السبا، كتير انبسط كتير حب الفكره. اذا ملاحظين عندي يعني ايد عنب كتير كبار كتير حلوين، وهيك حسيتهم بيعبوها للسبان كلها. تقريبا عندي بحوالي 15 عنقود، بين 15 ل 12 عنقود، يعني اول ما بتحطوهم بتحسوها للشجرة اوريدي تعبت اذا ملاحظين. وبرجع بكفيها بالطابات وبالنجوم ومن بعد ما خلص بتكونوا شفتوا شوي صغيرة كيف رح بيكون السيستم. هلا هو نحن حاطين بالسبان هون سريين لمبين اثنين، هو صراحة عندي 4، بس حسيت انه اوريدي خلصت كتير معباية اضوية، سو قلت له لجوزي انه ما بقى خلص يزيد لي سيري لمبات.
وبلشت شكشك اذا ملاحظين هدول الاغصنة، هول هن اللي قصدي انا عنهم اللي قلت لكم عنهم باول فيديو، انه هول هن الاغصنة اللي درجوا هلا هالسنتين، بس انا وقت جبتها للسقه من 4 سنين كانوا بعد مش درجين عم يبلشوا يدرجوا. فرجعت جبت اغصنة وشكيتهم حواليها للسقه، هلا رح ارجع تزيد على تاني ميله وبتشوفوا بالاخر، وخاصه هدول الطابات الكبار. صراحة أنا زينتي منوعة، يعني هول الطابات الكبار من ستوريوم صليبة إذا أنتوا عايشين بلبنان، لأن إيد من عند كي ستور، الشبان كلها على بعضها من عند كي ستور، أكترية الزينة من عند كي ستور وشوي صغيرة من عند ستوريوم صليبة، أوكي؟ إذا بتلاحظوا منوعة، مش بس حتى فيها لون النيلة، حتى فيها اللون الأزرق أكيد النيلة، يعني لون لورينز عم بيحط الطابات فكرة أنه هو خلص شيلهم وحطهم كلهم بنفس المحل، أنه هو برأيه خلص زين. اللي كنت عم بقوله أنه إيه، في عندي طابات لونها بيضة وفضية، في عندي طابات لونها فضية، إذا ملاحظين في عندي 2 طابتين فضية عليهم نجوم هيك شوي صغيرة، نيوم بيضوا بالليل بيطلعوا كتير حلوين. أول شي بلشت أحط الطابات الكبيرة، ورجعت انتقلت، يعني بلشت اذا ملاحظين بالعنقيد العنب الكبيره بالطابات الاكبر تشوف وين بعد في خفايا بالسبان تعبيها، رجعت بالطابات الاكبر شوي صغير الوسط، ورجعت انتقلت بالاخر للطابات الصغيره. على طول بنصحكم تتبعوا هيدي الاستراتيجيه، لانه هيدي الاستراتيجيه بتبين لكم انه وين بعد في شويه فراغ عندكم بالسبان، على طول بعده شوي صغيره على البعيد بتشوفوا وين بعد في شويه فراغات، بتعرفوا ساعتها بالطابات الصغيره اللي بقيت عندكم، لانه الطابات الصغيره بتجي الكوانتيتي تبعها الكميه اكتر بكتير من الطابات الكبيره، هن علبهم بيجوا اكتر للصراحه، سو بيعبوا لكم السبان بما فيها. هلا اذا ملاحظين انه عم بركز على السبان من قدام الواجهه الاماميه اكتر من الواجهه الخلفيه، لانه بالنهايه الواجهه الخلفيه رح بيكون في بالكون، وتنكون كتير صريحين انه بالشتويه ما رح كتير نطلع لبرا، سو ركزت على اللي قدام اكتر من ورا، اكيد حطيت ورا زينه بس ما كتير كترت على قد ما كترت من قدام. هول هن تقريبا الزينة تبعي، منوعين بين طابات، بين عنقيد عنب، بين بط، بين ملاك حارس، بين هلا ببين في عندكم بالاخر طابتين ترانسبارون بيجوا بقلبهم كتير حلوين، بيجوا بقلبهم بيت وشجر واغصنة. رح اترككم هلا شوي صغيرة تحضروا الفيديو مع ميوزك ومنرجع. هدول الشي كتير حلوين، سنة الماضي تبعتهم أسامي لورينزو باميلا وجوزيف من البلاكسي إذا ملاحظين، عملتهم كلهم على لون النيلي والأبيض، كنت محتارة عم بقول لجوزي وين بدي أعلقهم، بعلق لورينزو فوق باميلا وجوزيف تحت، هون كانوا قلب الطابات ما بيأثر، بس تتشوفوا إنه الله يمكن قلب لي إياهم قصد، ليه؟ لأنه بس قلبوا الطابات لقيت إنه صار في فراغ على فوق السبان إذا ملاحظين، لورينزو وجوزيف وباميلا حطيتهم حد بعض طلعوا مثل شجرة الميلاد كتير حلوين. على راس السبان هلا بتشوفوهم بالاخر مزبوط، بدل ما اعملهم الاسامي على طابات للصراحه وحسيت على الطابات ما رح يبين الاسم مزبوط الا ما تقرب كتير 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 كلوز على الطابه، سو هيك على كبير الاسم لحال اول شي عبى السبان وعطيها قيمه اكثر. هون عم بحط هدول ما بعرف شو بيقولون الخصل بدكم تقولوا، كتير حلوين جبتهم سنة الماضي، بصير شكشكهم حوالي السبان اوريدي هي سبان فيها خصل طالع منها. كمان هيك بيعطوها كلاسي للسبان وبيعطوها موديل كتير حلو وهلا كتير درجين. من بعد ما خلصت التزيين اكيد رح بيصير في عنا جاي ورح بتهرر السبان، سو بالهوفر بالفاكيوم هوفرت الدنيا شوي صغيره قبل ما افرش المغاره وقبل ما احط الاشخاص. بالنسبه لإلي انا صراحه سبان عيد الميلاد ما بتكبل، يعني ما لها معنى إذا حطينا سبان وما حطيناه للأشخاص، لأنه نحن بديننا المسيحي منزين السبان يلي هو الأساس المغارة، لأنه نهار اللي خلق المسيح، يعني نهار اللي خلق المسيح ومنزين السبان فوقه لأنه هو خلق بمغارة وكان حوالي هذا المغارة في كتير شجر، سو إذا ملاحظين حطيت الإضاءة من تحت الجنفيس تخبي الحجر. هلا في كتير عالم دارج هلا اكتر انه تحطه مثل شرشف ابيض، بس انا الصراحه ما رح يطلع حلو عندي شرشف الابيض لانه اوريدي سبا عندي بيضة وبدي اكسر شوي، ورجعت حطيت مثل سجاد حشيش بلاستيك اصطناعي اذا ملاحظين وسيشته كله بالسيش حطب.
بيجوا كتير كبار هدول الستيج، وهلا بلشنا نحط الاشخاص. الاشخاص تبعي انا كبار، سو حاولت احطهم على قد ما بقدر بطريقه انه ما ينكسروا، لانه السنه الماضيه كسر لي راس واحد لورينزو، سو وهن منجفصين، سو بدي انتبه كتير منيح عليهم وبدي احطهم بطريقه انه ما ينكسروا او ما حدا يقلب عليهم لا سمح الله. سو هذا اللي كنت عم بقوله قبل، انه السبان ما بتقبل بلا مغارة وبلا يسوع المسيح، وبنقهر بشوف خاصة عند كتير دول تتبع الديانة المسيحية انه بس بيزينوا سبان ما بيحطوا المغارة. anyway هون كنا حطينا كل الاشخاص. سو مثل ما قلت لكم تاني هرجع جبت مثل الخصايل، مثل هيك قصص بتتشكشك بالسبانات كتير درجوا سنة الماضي، كان عندي منهم ورجعت زدت منهم شوية صغيرة، حطيت على راس السبان من فوق هيك حسيتهم بيطلعوا أحلى بعبوة أكتر للراس، وكمان على طوارف تربعها، وإذا ملاحظين الطاولة كلها قلام لأنه لورنزو كان قاعد عم بلوين. سو شكشكتها كلها بالأغصنة، هلا يمكن ما كتير يبينوا هون واضحين بس هيرجعوا يبينوا. رجعت جبت هيدا الريبون لونه أزرق وعملتهم أزربن كلها، قصقصتهم تقريبا، يعني هيدا الريبون قصقصته تقريبا لشي 4 ريبونات. حاولت جربها بالأول تشوف إذا بتزبط أزبو مثل البابيوني على السبان، بس ما حسيتها كتير رح بتعبي، سو أنجأ رح يطلعوا شي 3 بابيونات، سو قلت لأ حرام فضل أعملهم مثل ريبونات. هلا هيك كتير كمان درجين بينزلوا بقلب السبان، وان فات هدول كان لازم أعملهم قبل ما حط الطابات كلها والبول، بس خلص بما أنه رجعت شفت الفكرة وقلت حبيت زيدها على السبان رجعت عملتها بعدين. سو عبيتها كلها للسبان تقريبا بحدود 10 ريبونات. هلا بتشوفوا الفاينل لوك تبعها كيف طلع كتير حلو، كتير عبيها للسبان وكتير عطيها هيك قيمة كتير 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 حلو، وانا كتير حبيت هذا الشيء ان رجعت زدته. سو هيدا هو الفاينل لوك تبع السبان. لاحظتوا كيف طلع راس السبان من فوق مع الخصائر والاسامي لورينزو باميلا وجوزيف والريبونات، كيف عبوها وعطوها قيمة اكتر واكتر واكتر. انا كتير حبيتهم الصراحة، وحبيت هيك اللوك الفاينل لوك اللي عطيها للسبان، بتحسوها معباية وبتحسوها حلوة وليبقى على بعض، ما بتحسوها فيها كتير فراغات. وهي هي المغارة مثل ما قلت لكم. سو هيدا هو الفاينل لوك، ان شاء الله تكونوا حبيتوها. So guys اعذروا شكلي، خلصنا تزيين السبان كله. هلا عم بحكيكم صراحة انا تاني نهار لانه رجعت كتير تعبت ورجعت نظفت البيت وشكلي ستيل مش ولا بد، بس اللي صار انه زينا السبان كله وخلصناها، شفتوا الفاينل تبعها من البعيد وزينت شوية صغيرة بالبيت وقدام البيت اكيد، بس في قصص بقلب البيت ما زينتها ابدا لانه صراحة مع ابني ما رح يداينوا رح يتكسروا. حوار سنة الماضي يعني زينهم صراحة تكسر نصهم، وهلا ابدا مش بوضع اني ارجع احطهم ويتكسروا، سو بفضل انه يتعلم انه ما يدق بشي على قصص ما لها قيمة كتير. ساعتها بس يتعلم انه ما كتير بقى خلص نو ما يدق، ساعتها بجرب حط الزينة. يعني مثلا هون في قصص زينة بحطها بعد، عرفتوا كيف؟ بس ما حطيتها يعني لانه حطيت بس هدول يلي هن من يعني ما بيتكسروا. اوكي ويلا خلوني فرشيكم الزينة. So guys هذه هي كانت my Christmas decoration، ان شاء الله تكونوا حبيتوها. وكمان ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على my channel وتابعوني على my social media platforms. وكمان هلا صار معي كتير وقت اني اقدر اصور فيديوز جديد، قولوا لي بالكومنت سكشن بلو شو حابين تشوفوا، بيوري فيديوز او فلوج اكتر، او مثلا فيكم اعملكم question and answers فيديوز while doing my makeup، بنفس الوقت انا عم بعمل المكياج تبعي عم نعمل اسئله واجوبه، طبخ، فلوجات، يوميات، هول بسنتين عم يتخانقوا. So let me know قولوا لي شو حابين تشوفوا وانا اكيد بشوفكم بمعنى next video. باي.